والقلوب الغافلة من المسلمين يرثى لها ليلة بعد ليلة ما لها توجه اليه ولا طلب منه ولا تشوف لهذه الرحمة ويعدون ان حصلوا شيء في هذه الحياة اما ثياب واما متاع من متاع الدنيا واما امور تدور فيها افكارهم وعقولهم كانها غايات وما هي بغايات كأنها دائمات وما هي بدائمات كأنها شريفات وما هي شريفات كأنها كريمات وما هي كريمات كأنها رفيعات وما هي إلا ساقطات ولكن تعلقت بها العقول والقلوب فيمر على الواحد منهم ليلته ما يتطلب ما يسأل ما مثل ذا المجلس ولا يسمعه ولا يتخبر عنه ولا له قلب يميل اليه وما يطيب الا ان شي هو احد والا ضحكه في غير محلها بعد ضحكه استهزاء بذا او بذاك او استخفاف او شيء من هذه الاشياء التي تسقط عند الله تبارك وتعالى وتبعد من حضرة المولى جل جلاله وهذا حال مسلم ما تربى وهذا حال مسلم ما تحقق بحقائق الإسلام وهذا حال مسلم من خدع ان خدع واغتر بما عرض له في الطريق من تسويلات وتلبيسات وخطوات لابليس وجنده من شياطين الانس والجن اعداء الحق واعداء الانبياء والمرسلين دفع الله شرهم عنا وعن اهلينا وعن اولادنا وعن اصحابنا وعن احبابنا وعن طلابنا وعن جيراننا وعن المسلمين والمسلمات اللهم امين